النهارده في الكوره هتسمعوا التقرير الكامل المفصل من الاستاذ مهيب عبد الهادي طبعا، بس باختصار شديد الزمالك خسر النهارده تاني، والاهلي كسب النهارده تاني، لكن في النص في اسم الراجل الانجليزي اللي اسمه مارك كلاتنبرج اللي هو رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره. النهارده برضو كان في الصبح بيان من اتحاد الكوره ما بين قوسين، هتعرفوا التفاصيل بتاعته برضو كلها، لان هو بيان برضو لافت جدا، يعني ان هم ما بيتعاملوش معاه او ما بيشوفوش او ما بيتواصلوش معاه الا من خلال الواتساب. بعدها بشويه ظهر خبر انه لا، ده هو تقدم باستقالته، واحنا هنجتمع بكره مجلس اتحاد الكوره، هنجتمع بكره عشان ننظر في هذه الاستقاله. وفريرا مشي من الزمالك، يعني ايه، في حاجات كتير قوي 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 قوي. استاذنا الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي، برحب بوجودك معانا يا استاذ احمد. بتشرف بوجودي معاك يا استاذ شريف وكل متابعينك في يحدث مصر قناه ام سي. ربنا يخليك ربنا يخليك. قول لي كده، يعني هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اولا خلينا نبدا بالترتيب. اتحاد الكوره ما بين احنا مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط، انا بقول الخلاصه يعني، ولو عندك تصحيح صحح لي، ل ده استقال وبعت لنا الاستقاله وبكره هننظر فيها. ايه اللي حصل بقى؟ بص يا استاذ شريف، هي كواليس الموضوع ده بترجع لورا شويه. هو في استياء شديد من اتحاد الكره المصري ضد الانجليزي مارك كلاتنبرج، ده رئيس لجنه الحكام، او العقد بتاعه المسمى الصحيح في التعاقد بتاعه اسمه مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم. الراجل ده من الاخر شغال في اليونان وشغال محاضر في الاتحاد الاوروبي. فكثير السفريات الراجل ده بيسافر دون الرجوع لاتحاد الكوره، غير متفرغ الى عمله، عنده مشاكل كتير جدا انه هو صعب الوصول اليه. فبالتالي الاسبوع اللي فات حصل يوم 16 اللي فات اجتماع ما بين اعضاء او رئيس اتحاد الكوره او اعضاء اتحاد الكوره ورابطه الانديه الممثله في احمد دياب. الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره واللي معاه اتناقشوا مع الراجل في حاجات او المشكلات اللي بتواجههم معاه الفتره الاخيره. تمام. انت بتسافر من غير اذننا، انت بتخرب اتفاقك معانا، انت في شكاوى ضدك كتير. الراجل قال لهم بصراحه، انا مش رئيس لجنه حكام، انا مدير تطوير حكام، ومش مطلوب مني اكون متواجد بصفه مستمره. عايزين تجيبوا رئيس لجنه حكام، هاتوا رئيس لجنه حكام. ده ملخص ما حدث. يعني هم بيطالبوه بالتفرغ بوظيفه هي اساسا مش وظيفته، ده وفقا لرؤيته هو. هو شايف كده. طيب ايه اساس المشكله؟ الاساس المشكله ان الراجل ده طلب اثناء كاس العالم ان هو متعاقد على قناه تلفزيونيه، ففي شهر من عقده هياخدوا اجازه بدون مرتب. تمام. فتم الاتفاق ان الشهر هيبدا من يوم 19/11، انا بقول بالتواريخ المدونه بالتفاصيل يعني الدقيقه. كويس. هينتهي بنهايه كاس العالم الشهر ده. فوجئوا ان الراجل جه بعد كده قعد يومين في مصر، عمل الفيديو اللذيذ بتاعه بتاع كل جوله، وطار على انجلترا قال لهم دي اجازه الكريسماس الرسمي، فانا هسافر. فسافر انجلترا وجه وفوجئ بيه ان هو راح اليونان بدون اذنهم. فاجتمعوا بيه يوم 16 وحصل اجتماع العاصف اللي هم طلبوه ان هو يحترم تعقيداته، يبقى منضبط ويبقى موجود ويرد عليهم. انا عايز اقول لك ان انا عرفت من مصادر خاصه. طيب كويس. هم لما بيحاولوا يبقى فهمنا كده طبيعه كده فهمنا طبيعه الخلاف، بس بسرعه يعني. هو العقد بتاعه، اصل الناس دي ما بتسيبش حاجه من العقد. العقد بتاعه بيقولوا انه بيشتغل شغلانات تانية والاتحاد موافق ولا لا؟ ده لم يذكر في التعاقد. هو مدير تطوير لجنه الحكام، لكن مش مذكور اذا كان مقفول عليه الشغل ولا مفتوح عليه الشغل. مش مذكور. لا مش مذكور، بس مذكور في شرط مهم جدا. ايوه. لو سافر دون اذن اتحاد الكره المصري دون اختارهم، من حق اتحاد الكره فسخ التعاقد معاه. ده مذكور في العقد. مذكور في العقد يا استاذ شريف. كويس قوي. وبالتالي طيب. دي شرط جزائي. الناس دي معلومه جديده وانفراد لبرنامجك. الراجل قدم استعادته. في شرط جزائي في عقده $60,000 بوقع شهرين. الشرط الجزائي على الطرفين مش على طرف واحد. يعني ايه؟ يعني اتحاد الكوره اقال كريتنبرج، فاتحاد الكوره ملزم يدفعهم. اما كريتنبرج فهو مقدم استقالته، وبالتالي يحق لاتحاد الكوره انه يطالبه بشهرين. مفهوم. طيب سؤالي الاخير بقى. اتفضل. الكابتن اسامه